قاطع من أجل أن نستفيد من خبرته في مجال المنظمات ونقاط القوة التي من خلالها يمكن أن تبنى المنظمات ويمكن أن تستمر وتواجه التحديات، وكذلك أيضا نقاط الضعف التي يمكن أن تؤثر على نجاح واستمرار المنظمات، وخاصة في السياق السوري. وكما يعلم الدكتور السياق السوري له وضع خاص، أزمة امتدت منذ سنوات وتفاقمت واتسع الخرق على الراقع، ونحن الآن أمام تحديات كبيرة جدا تتفاقم وتزداد مع الأيام، وخاصة إن شاء الله إن كان لنا دور وسيكون كذلك في صناعة السلام ومد الجسور بين السوريين التي تهدمت عبر الحرب خلال السنوات السابقة. كل هذه الأشياء إن شاء الله سيكون معنا فيها دكتور هاني، وهو حريص جدا على نقل المعلومة لا يظن على طالب، وأيضا له خبرة في السياق السوري، والأهم من ذلك له حب للشام وأهل الشام، ويريد أن يقدم ما لديه في هذا الموضوع. فإذا أحببتم أن نبدأ بتعريف للدكتور هاني بدءا من الدكتور عبد الناصر رئيس مجلس الإدارة، تفضلوا. حياكم الله دكتورنا الحبيب. خالد انت بتقرا ولا مسكتش؟ نعم. طيب جزاكم الله خير، تفضل. طبعا فرصة طيبة دكتورنا الحبيب ان نلتقي عبر الزوم في ظل هذه الأجواء اللي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيل هذا البلاء والوباء عنا وعن المسلمين أجمعين وعن العالم أجمع. نرحب بدكتورنا الغالي دكتور هاني بين إخوانه في منظمة الإنسان الخيرية، وسعدنا بهذا اللقاء الطيب حبيبنا الغالي دكتور هاني. والدكتور هاني طبعا أحبابنا غني عن التعريف، وهو قام في العمل الخيري والإنساني. نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن نستفيد منه في هذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله. ومشكور أخونا أبو ساري على هذا الجهد الطيب للتواصل والعلاقات مع الأحباب، خاصة مع الدكتور هاني البنا. افتح المايك دكتور أستاذ خالد، افتح المايك أبو سارية. حياكم الله دكتور عبد الناصر، شكرا للمداخلة، ونكمل إذا سمحتم. تفضلوا تفضلوا. دكتور خالد. تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي يا دكتورنا الغالي. دكتور خالد الراغب المدير التنفيذي صيدلاني في منظمة إنسان. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دكتور هاني اهلا وسهلا فيك، لقينا احنا هاني وفخورين جدا باللي صار وكذلك كبير، ورحب فيك قبل 100 سهلة، ونحن سعداء جدا ان نستمع لكلمات الحلوة اللي ممكن تكون يعني قانون في العمل الإنساني. نعم. إن شاء الله. الأستاذ خالد طيفور من الأعضاء المؤسسين في منظمة إنسان من أول تأسيسها من 7 سنوات، ممكن أيضا يرحب ويعرف بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، معكم أخوكم خالد طيفور أبو محمود، عضو مؤسس في منظمة إنسان الخيرية. تحياتي إلى زملائنا وأخوتنا الدكاترة الدكتور هاني والدكتور عبد الناصر والدكتور خالد الراغب والأساتذة اللي موجودين معنا، أبو ساري. وكان بودنا نكون هاي الاجتماع يكون شخصيا، الحمد لله بالعالمين بفضل التقنيات حتى في مشكلة بعد منكم نستفيد، وشكرا لكم جميعا، وتحياتي لكم جميعا من الإمارات. حياك الله أستاذ خالد. الأخ أحمد طيفور كمان من المؤسسين من 7 سنوات في منظمة إنسان في سوريا. تحياتي أستاذ خالد، الله يعطيك العافية، وتحياتي للجميع الحور فردا فردا.
بدون أي استثناء. شكرا لكم جميعا، ونحن منحيي الجميع من هون من الداخل السوري. الله يعطيكم العافية. من قلب المعاناة. حياكم الله. أحلى تحية. طبعا نحن ما لنا غنى عنكم هنيك يعني. نعم. ما ولا بالعكس كمان ولا أنتم ولا غنى عنا هون بالداخل. حياك الله أخي. وكل الشكر للدكتور الأستاذ هاني البنا ولأخونا حمزة والأستاذ غيث الدكتور خالد الراغي أستاذ خالد الفجر أبو سارية. حياكم الله جميعا. أخوكم أحمد طيفور كما عرف الأستاذ خالد أبو وسيم. تمام. أهلا وسهلا. عضو مؤسس في هذه المنظمة الكريمة. الله يخليك. حياكم الله جميعا. حياكم الله. أيضا مما لابد منه التعريف بالأخت منال اللي هي مديرة البرامج في منظمة إنسان. من يوم ما بدأت العمل في تركيا أو من تركيا هي موجودة على رأس عملها، ونعتز جدا بوجودها معنا في إدارة البرامج. أيضا أنس منال. السلام عليكم. أهلا دكتور، كيفك دكتور هاني؟ نورت. تشرفنا بوجودك معنا اليوم. ربنا يبارك فيك. طبعا الأخت منال شاركت بالتدريب اللي عملته دكتور، وكانت موجودة بالمكتب لما زرتنا للمكتب بتركيا ب 2018. طبعا الأخ تيفور في عيني منطقة سوريا. من ريف المعرة دكتورنا، من ريف معرة النعمان. تفضل. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. الأخت ريما الرضوان من حمص، مسؤولة أو مديرة المراقبة والتقييم. تفضل ريما. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا أخي. يعطيك العافية. الله يعافيك جميعا. الأستاذ عبد الله قدور أبو ياسر المدير المالي. أستاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور هاني الله يجزيك الخير، والله يجزيك الخير كثير على هالمشاركة اللطيفة منك. الله يجزيك الخير يا رب. حياك الله. الأستاذ رامي سيد علي من بنش من إدلب أيضا. السلام عليكم. غني عن التعليق. حياكم الله دكتورنا الغالي. الله يبارك فيك وجزاك الله الخير، وكتب الله لك الأجر وجعله في ميزان حسناتكم جميعا جميعا. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وعلى أمك محمد. نعم. المهندس المعماري الحبيب الأستاذ غيث المسؤول الإمداد والتوريد في المنظمة. تركيا. أنت قاعد في تركيا؟ في تركيا. نعم. أستاذ غيث نعم في تركيا. هلا أنا يعني عندي اللي بسموها الخبرة اللي هي الطرفين، كوني كنت أشتغل بالداخل السوري وبعدين انتقلت على تركيا. نعم. يعني اشتغل بالسبلاي تشين من 7 سنوات بدك تقول مدير قسم. ما شاء الله. نعم. معنا الاستاذ محمد ايضا السلوم مدير الموارد البشريه في المنظمه، واللي اخذ شكر خاص يوم جاء تقييم القدرات لصندوق الدعم الانساني، اخذ ثناء على العمل في الموارد البشريه. الاستاذ محمد. تحياتي لكم جميعا. تحياتي لك دكتور هاني، شرفنا بمعرفتك وسعداء جميعا بوجودك معنا. شكرا لك. لكم الله خير. الاستاذ رضوان سليمان مسؤول المراقبه والتقييم في الداخل السوري. استاذ رضوان. ما في سوريا في الداخل ولا في تركيا؟ نعم في سوريا. أستاذ رضوان تسمع؟ طيب كأنه الصوت ليس ما يأتي الصوت. الأستاذ عبد القادر أيضا من مكتب سوريا وهو الآن في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلين أستاذ. تحياتي لكم جميعا، شرفنا بوجودك معنا دكتور. ربنا يبارك فيك.
وطبعا الآن معنا وهو ليس كضيف إنما كأخ عزيز ونعتز به وبعمله الإنساني الرائع والرائد الدكتور سعد العثمان، والذي له أيادي بيضاء على العمل الإنساني من سنوات طويلة. الآن انضم إلى اللقاء دكتور سعد. أهلا وسهلا دكتور سعد. سعد فين؟ في الكويت ولا فين؟ في تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور سعد. كيف حالكم يا دكتور هاني؟ إن شاء الله بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. نعرفك من خلال أفعالك لا من خلال أقوالك. ما شاء الله. فجهودكم في الإغاثة والمساعدة وتقديم العون لإخوانكم في العالم وليس في جميعا. سوريا فقط مشهود جميعا. معلوم معروف جميعا جميعا. ما شاء الله. وأهل مصر وأهل مصر لهم علي فضل كبير، تعلمت فيها 4 سنوات في الأزهر الشريف، وأنا متخرج من الأزهر كمان. ما شاء الله. الله أكبر. صرنا أزهريان. وأنا أزهري ثالث. أنا مش أزهري، أنا ثانوية عامة. ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله دكتورنا الحبيب، بارك الله فيكم وبجهودكم. حياكم الله. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. الحقيقة الذي يعني أغراني بطلب الدكتور هاني أن يكون معنا في هذا اللقاء، أنا كنت يعني عندي عمل، فقال لي الدكتور ممكن تنضم لهذا اللقاء، قلت أنا حاضر، يعني مكسب اللقاء بالدكتور هاني، وإذ به يعني أعطى من وقته الثمين لمبادرة صغيرة في الداخل السوري وقتا كاملا من أجل أن يعطيهم بعض الملاحظات الهامة حول العمل الإنساني وغيره. فكثير أنا كنت مسرور جدا بهذا اللطف وهذا التواضع وإتاحة الفرصة والمعلومة لمن يحتاجها، فقلت له لو تكرمتم هل يمكن أن يكون لنا لقاء على المستوى الداخلي لمنظمة إنسان، فلم يتردد لحظة للموافقة، وكان الموضوع فقط هو التنسيق. كنا نود أن يكون اللقاء يعني غدا، ربما كان في ترتيب أفضل، لكن بسبب المواعيد التي كانت لدى الدكتور قدر لنا أن يكون اللقاء الآن، وإن شاء الله سنترككم مع الدكتور هاني من أجل أن يحدثنا عن هذه التجربة الرائعة، وكلنا أذن صاغية إن شاء الله، وأي تساؤل أو استفسار سننظم إن شاء الله الاستفسارات والتساؤلات مع الدكتور هاني. أهلا وسهلا دكتور هاني. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. طبعا يعني من الحرج أن أنا أتكلم وأنتوا تسمعوا، لأن في كتير جدا منكم كلكم بإذن الله سبحانه وتعالى لكم من الخبرات والإبداعات، خاصة في التجربة السورية الحالية، حتى في الداخل السوري قبل الأزمة ما تحصل أو قبل المعركة دي ما تحصل، كان ليكم أيادي بيضاء في كل المجالات. فأنا بعتذر لكم لو أنا بتكلم وحضراتكم بتسمعوا، لأن ده ليس من الأدب. شفناه أنا هلخصه في كذا نقطة بسيطة جدا. لابد أن نبدأ بالشيء بسيط نؤمن به نريد أن نحققه ونكون مستمر، يبقى في البساطة وفي الإيمان وفي نحققه ويكون في استمرارية. 4 حاجات: بساطة، إيمان، استمرارية، وبعدين وجودنا على الأرض. هكذا بدأت المسيرة منذ قرابة 40 سنة أو 38 سنة أو 37 سنة. لم نكن نحن كشباب، كانت حتى أخونا خالد الفج كان بيتكلم عن إنشاء مؤسسة إنسان في اللقاء اللي مع الشباب اللي هم المتطوعين دول 4 و5، حدث في الأسبوع الماضي. يعني في تشابه كتير جدا بيننا وبينكم من تجربتكم في البداية. مفيش إمكانيات، مفيش ميزانيات، مفيش شخصيات. أنا أعتقد أن مجموعة اللي بتعرفت نفسها عليها دي فيهم شخصيات مرموقة. إحنا لما بدأنا في 84 ما كانش فيه أنا حد منا مرموق، كنا طلبة عاديين جدا. أنا أدرس في كلية الطب للدكتوراه، وزميلي يدرس في كلية العلوم للدكتوراه أيضا. فبدأنا مجرد فكرة بسيطة جدا جدا جدا، وبدأنا نعلن عنها فقط، أكثر من كده، لكن أصرينا في الإعلان.
أصرينا في الإعلان، كان الإعلان ده هو ديدننا في هذه السنوات حتى قبل أن نسجل الجمعية، قبل أن نسجل الجمعية، لأن حسينا في الوقت ده إن في مجاعة كبيرة حصلت في شرق أفريقيا في أثيوبيا في منطقة اسمها إريتريا وتيجراي، ومفيش ولا مؤسسة تمثل المسلمين علشان يساعدوا هؤلاء الناس. فاتفقت أنا وزميلي على أننا نعمل أي شيء أي شيء. أنا لما كنت في مصر بعد ما زرت السودان جمعت من أهلي رحمة الله عليهم، أغلبهم توفوا ربنا يتقبلهم إن شاء الله آمين، إلا قليل مبلغ بعد ما شرحت لهم القضية في السودان وكذا وكذا، فجمعت مبلغ 1500 جنيه زائد 20 قرش من طفل صغير كان تمن الشوكولاتة بتاعته. رجعت برمنجهام قعدت مع شباب كتير، فوافق معايا واحد بس من مجموعة كبيرة. بتسوي رياضة في صلاة التراويح بقى بتحطوا دكتور دكتور سعد لو تكرمت ممكن نعمل في هذا الجهاز وفيها كوبوطات دكتور سعد ممكن نعمل ميوت دكتور سعد هذا ما بتسوي لي اياه بتعطله قبل ما تصلوا الدكتور سعد والله بالك تمام اغلق له اغلق له السماعه يا يلا يلا السماعه احنا بدانا ازاي بدانا باليسير اليسير اليسير ما في ميزانيه ما في مكتب ما في حتى استراتيجيه او اشخاص او الى اخره. فلما رجعت انا من مصر ومن السودان عملت خطبه عن المجاعه في الجمعيه الاسلاميه في جامعه برمنجهام وجمعيه اسلاميه ثانيه في جامعه استون، وجمعت 500 جنيه زائد 1500 جنيه مصري زائد 20 قرش وحطيتهم في البنك. فكان ده البدايه ده البدايه، لا كان في مجلس اداره ولا كان في أشخاص ولا أي شيء. كان الأمر أبسط ما تخيلوا، حتى ما كانش عندنا غرفة نقعد فيها. نمشي من نبع الأوراق على الآلة كبة، زوجتي تتبع الآلة كبة وأنا أوزعها، أما كان في آلة كبة زمان، ونرسم الإعلانات بإيدينا ونروح كل حاجه باليد، مش زي دلوقتي زي الكمبيوتر والانترنت والسوشيال ميديا الاخر. كنا بنمشي من نوزع الاوراق دي من دكان لدكان ومن شارع لشارع ومسجد لمسجد، واهلنا كتير جدا. اهلنا الناس ما كانوش عارفين انت جاي تاخد فلوس ليه؟ توديها فين؟ هتعمل ايه؟ المهم كانت اول سنه دي كانت سنه يعني سنه التعريف بسيط. في 8 أشهر من شهر يناير لشهر أغسطس جمعنا 5000 جنيه 8 أشهر. كنا بنروح كل يوم كل يوم سبت المركز الاجتماعي الإسلامي، كنا اشترينا الصندوق صندوق حديد كده حطيناه وكتبنا عليه إيه اسمنا، كل ما يجي لنا جواب يحطه لنا في الصندوق ده. نروح يوم السبت نقعد في الحلقة، وبعدين بعد الحلقة نفتح الصندوق ناخد الجوابات وناخد إيه اللي هو الشيكات اللي في الجوابات 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه إلى آخره. هكذا كان عام 1984 من السهولة واليسر، من السهولة واليسر. لكن مع السهولة واليسر والبساطة كان في إصرار على إيصال المعلومة، إصرار على إيصال المعلومة، إصرار على إيصال المعلومة. بدأ الرزق يكتر الحمد لله، رزق الغلابة. وفي 85 تقريبا التقينا بشخصية محترمة اسمها يوسف إسلام أو كات ستيفن، هو اللي أعطانا اسم الإغاثة الإسلامية جزاه الله خير، لأنه كان عايز يأسس شيء. فكان جاي معنا جلسنا جلسة كده في برمنجهام فقال لنا إيه رأيكم تسموها الإسلامية كليف، وأنا ما فيش مشكلة جزاكم الله خير. اللي عمل شعار الإغاثة الإسلامية شاب تركي احنا ما نعرفوش، كان وحتى ما خدش ثمن تكلفة تصميم الشعار. واتمنى ان الشعار ده اللي هو عمله انتوا زي ما زرتوا بتشوفوه الان يكون صدقة غارية عليه وعلى اهله وعلى اقاربه الى اخره. الله الله ما شاء الله ما شاء الله، وصلت بمنتهى البساطة منتهى البساطة. لكن كان عندنا رسالة معينة، عندنا مهمة معينة، عندنا رؤيه معينه ان احنا بس عايزين نساعد الناس في افريقيا. سنه 85 بدانا نفتح حسابات اخرى
لأفغانستان كان مثل قضية أفغانستان شغالة ويش كان 86 عملنا حساب لليتيم وعملنا حساب العام بتاع الإغاثة الإسلامية إلى آخر. أغلب الناس اللي كانوا معانا من 84 و85 و86 إلى التسعينات كانوا الشباب الثانوي دراسة ثانوية والشباب الجامعي. بالأغلبية احنا قلنا كده 60-70% من المتطوعين طبعا الإغاثة في الوقت ده هم شباب المرحلة الثانوية. كنا بنعمل في القاعة بالليل طبعا زمان كان كل شيء بالإيه باليد، نجيب الأظرف ونجيب الأوراق المطبوعة ونجيب اللي هو اللي هو توابع البريد ونجيب المية والسفنجة ونقعد من شاء الله نص الليل بعد نحط الأظرف دي كلها في في شويلة ونروح بيها إيه لصندوق البريد عشان نحطها واحد واحد ونفرح ونفرح إن إحنا إيه قاعدين مع بعض. كان كل أكلنا مع الشباب يا شباب في الوقت ده البطاطس المقلي بتاع بتاع البريطانيين ونص سمكة مش سمكة كاملة يعني يعني نص كده حتة من السمكة أو صباع كفتة مش زي صباع كفتة بتاع اللي هو بتاع الإيدز لا صباع كفتة تاني. كان كده كان الروح عالية 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 بطريقة غير عادية. بدأنا نستجيب لأشياء أخرى، عملنا حاجة جميلة اسمها كارافان تور، ده كان عربية بتبقى في شهر رمضان نحط فيها الإعلانات بتاعتنا والأوراق بتاعتنا ونمشي نروح كل بريطانيا من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها وما نرجعش البيت إلا قبل العيد بيوم. كنا بنسيب أهالينا يعني يحضرهم في البيت مع الأطفال إلى آخر. ولو سافرنا برا لأمريكا اللاتينية فيها سوريين كتير وفيها لبنانيين كتير كنا بنقعد الشهر والعيد ولا أهلينا كانوا بيشوفونا في رمضان ولا أهلينا كانوا بيشوفونا في عيد لمدة سنوات. من أهم المحطات اللي خلت الغزة ترتفع إلى عنان السماء في نهاية الخمسية الأولى وبداية الخمسية الثانية 1989 حدث اللي هو الفيضان اللي كان في السودان. استجابنا ليه، طلعنا طيارة، والطيارة دي يا شباب كانت حلم أحد الأخوات المتطوعات، قالت لها نفسي أشوف طيارة أو سفينة باسم الإسلام الكبير. أنا مأجر الطيارة واشترينا 500 خيمة بتاعت اللي هم كانت خيام للجيوش وإحنا وصلحوها وإحنا خدناها وركبنا على الطيارة. كان حلمنا مع أحد المتطوعين الشباب برضه، كنا راكبين في الطيارة بتاعت النقل دي. قال بقى ما تركب طيارة النقل دي من لندن للسودان بتاع 6 ساعات أو 7 ساعات وانت قاعد يعني تلج يعني المهم يعني الحمد لله وصلنا. تخيلنا ان احنا هنعمل اي شيء كبير للناس وطلع الموضوع فنكوش. قابلنا بعض الناس السودانيين قالوا ان كل الفيضان اللي جه عندنا في الوقت ده دمر بعض البيوت اللي حوالين الخرطوم، لكن الخرطوم بخير. الإعلام بقى كان يقول لك هنخلي الخرطوم وهنفطر الخرطوم وهنعمل كذا وكذا وكذا. طبعا في إعلام كان ضد الدولة هناك يعني موجه من بعض الجهات. دي كان أول محطة عالمية بعد ما كنا قعدنا نجري من فوق لتحت في بريطانيا. تاني محطة عالمية واجهتنا هي كانت محطة إيران، زلزال إيران في عام 1990. وهنا ننظر إلى فقه المؤسسة في طور حبوها وهي ماذا تحبو، تفرق بين مذهب ومذهب. كنا احنا أول حتى قبل الحسينيات الشيعية أول من رفع لواء العون زلزال إيران في الوقت ده وجمعنا 250,000 جنيه في الوقت ده في حوالي 3 أسابيع وطلعنا بردك المعونات عن طريق الهلال الأحمر الإيراني. المحطة الثالثة كانت محطة أكبر فيضان ضرب بنغلاديش. يعني احنا كنا في الداخل شغالين على الأرض البريطانية دلوقتي بنمتد أزرعتنا للخارج. بالثقة بدأت تزداد عندنا سنة 1991. وكان 25 مليون شخص من بنغلاديش تحت المية. يعني كان أسوأ من الجائحة اللي كان قدامنا
وفعلا استجابنا ليها، وبناء على الفيضان الخرطوم وفيضان بنجلاديش فتحنا اول مكتبين الاغاثه في البلدين دول، اقدم مكتبين. ده كان في 91. سنه 92 يا رجاله كان فيها ثلاث احداث. 92 كان فيها ثلاث احداث. 92 في حدث مهم جدا اللي هو حرب البوسنه. ودي كانت ادمى حرب واثقل حرب واتعب حرب على كل انفسنا. لان بينك وبين البوسنه ساعه بالطياره وساعتين بالطياره. اللي فيها اغتصبت ما لا يقل عن 60 امراه وطفله. اغتصاب ممنهج ست حركات ولا 10 حركات. ممنهج من الحكومه. كان يعطى للجنود الصرب الحبوب قبل ما يطلعوا على الفياجرا عشان يمارس الجنس 5 أو 6 مرات مع الفتيات اللي هم هتكون في معسكرات. ما خلوش الفتيات دول المعسكرات الا وهي حامل عندها 5 أشهر أو 6 أشهر. وكان حرب البوسنة أكثر أشد الحروب إلاما قبل ما تيجي سوريا والعياذ بالله. يعني حربين أو مواجهتين خلونا ما ننامش. البوسنة في 92 وسوريا في 1911. كنا احنا من أوائل المؤسسات اللي فتحنا لنا مكتب هناك وبدأ لنا دور عالمي. يبقى احنا اتكلمنا من 84 ل 92. يبقى بنتكلم على حوالي 8 9 سنوات. سنه 92 رجاله قولي لي ايه؟ سنه 91 رجاله قولي لي ايه؟ بدانا نفتح على الخارج. يعني ايه؟ عايزين نفتح مكاتب في كل دوله في اوروبا وامريكا عشان نجمع تبرعات. دي كانت رؤيه. عشان تعدد مصادر الدخل ما يجعلناش يعني معتمدين على مصدر واحد. وبدانا نفتح المكاتب في اوروبا وامريكا بالاضافه للمكاتب في بعض الدول الاخرى. سنه 92 ايضا بدانا نبص للامم المتحده، احنا عايزين نخش هنا يا رجاله، خش يا قدمنا على الشراكه عشان نكون احنا اعضاء في المجلس الاستشاري الاقتصادي للمؤسسات الحكوميه في الامم المتحده. وانا هحكي لكم القصه دي عشان هي قصه ممتعه، وبعدين كده هقف وانت بقى تخش عليها بالاسئله. دكتور لو سمحتوا، دكتور لأول مرة أنا بيعطيني الرابط أنه هاي من بيعطيني بعد 10 دقائق أنه ممكن يخلص أو الوقت، ممكن نعدل الرابط أو نغير الرابط. حصل قبل كده. تمام. فأنا على إذا توقف ننتقل لرابط آخر إن شاء الله. لا فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. تمام دكتور. بس أخش في الحلم في الطيارة. كنا لما بنقعد في الطياره يا رجاله نمسك الخريطه بتاعت العالم وندور على المدن والدول اللي عايز نفتح فيها، وفتحنا فيها، وده فضل منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. دخول الامم المتحده بقى دي كانت قصه طويله شويه، فانا اتمنى اخلصها قبل ضابط ما يقفل. رحت انا كان اخر 3 أيام في رمضان سنه 1993 خلال مارس تقريبا. كان معايا زميلين ليا، وده كان ده التاريخ يا اخ خالد ويا اخواننا. نعم. اول مره زور امريكا. فطرنا كنا قاعدين في نيويورك وقعدنا بقى، قلت لهم شوفوا بعد الفطار هننام، انا مش هنام على السرير، انا هنام على الارض. كنا هننام في غرفه واحده. نعم. عشان انا لو نمت هصحى ثاني يوم. فصحيت من النوم بدري صحتهم. قعدنا نتناقش في ما سنسال فيه اليوم التالي. نعم. كان معانا شاب اسمه خالد روي، ربنا يسهل له في الدنيا والاخره. كان جاي شغال في اوكسفام وسيف ذا تشيلدرن وعنده خبره. قال لهم ما هسالكم في الاسئله دي كلها، 1 2 الارهاب اللي كذا، التطرف اللي كذا، مساعده المسلمين، كل الحاجات دي كلها. والله يا رجاله ويا اخوات كل كلمه قالها خالد حدثت في اليوم التالي. وكان خالد كان يقرا من كتاب مفتوح. رحنا احنا لقينا قاعه كبيره وكلها سفر. كلها ايه؟ صفر. وانا بقى قاعد عشان اطلع. اللي مندوب الجمعيه اللي يطلع يساله سؤال ويخلص السفير وسنه ثانيه. انا لما طلعت بقى كانت دقني مش زي دي، كانت دقني زي واحد مثلا شرحت لكم كلها ملأة بالسفراء الدول عشان لابد كل سفير يقول نعم موافق. ساعة
لما انا طلعت بقى بشكل اللي هو القديم ده رفعت ايادي عديده ما لا يقل عن 15 يد مره واحده، وسالوا كل الاسئله اللي كان بنناقشها معانا في الليله الماضيه مع خالد. وانا كان ربنا فاتح عليا، كنا لسه مش عارف اول يوم العيد او في رمضان، لسه اعتقد اول يوم العيد، وكانني احفظ الاجابه واقراها في نفس الوقت. كنت كل بفضل الله سبحانه وتعالى لما اسال سؤال اجاوبه واسال السائل هل اقتنعت، يقول نعم 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 الى ان انتهيت. حتى لما جت رئيس الجلسه قال لي خلاص بقى، لا ده لسه في اسئله اجاوب عليها استنى. فانا اعوذ بالله مش هجيب الكلمه دي، حسيت ان هي شخصيتها مش قويه، فبتاع ايه، فاستفدت من النقطه دي كلها لغايه ما خلصت. الا امراه كانت سفيره احد الدول الاوروبيه، وهي كانت بيسموها الفيمينست، وكان عندها مشكله مع الاسلام، قالت لا انا مش كل وافق الا هي. قالت نستنى شويه عشان نقرا، انا عايز اقرا الملفات بتاعتها. فقالوا لي خلاص استنى. فانا ما كنتش عارف اعمل ايه. انت عارف المجتمع المجال ده جديد علينا. نعم. فكان في واحده مصريه قاعده للمستشارات المدربات، بسم الله ما شاء الله انسانه محترمه جدا، قالت تعالى هنا. طب مصري؟ قلت لها اه. قالت لي وانا مصريه برضه. قالت لي نعم. قالت لي شوف بقى انت تعمل حاجه اسمها لوبين. قلت لها يعني ايه لوبين يعني تلف بقى حوالين ده، تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده وتكلم. كان الكلام ده يوم الاثنين ولا يوم الثلاث. المهم علمتني كده، عديت على السفير الايرلندي، عديت على السفير ثلاث سفراء من دول عربيه، عديت عليهم كلهم الدنيا طرش. واحد فيهم قال لي روح غير اسمك، غير سيل الاسم الاسلامي ده عشان تسجل تعالى بعد سنتين. والثاني قال لي انت بتدعم اللي هو حزب الدعوه اللي تبع ايران، انا اعرف ايران والحزب الدعوه ولا حاجه زي كده. والثالث سكت، كان من دوله ثالثه، كان خايف يتكلم، فما كانش في منهم اي دعم. رحت للفرنساوي، رحت لكوستاريكا، رحت لايرلندا، لروسيا، كل دول قعدت الف وزع اوراق ولف وزع اوراق ولف وزع لغايه ما يوم الجمعه جه بقى. يوم السبت والحد اجازه، انا حبيت اعمل منظر بقى. الافلام المصريه القديمه الابيض والاسود ده، الشبيحه يخشوا يضربوا الكلبات عشان تظلم الدنيا ويعمل اللي هو عايزه. قمت طالع على المنصه غير ما حد يديني اذن، مسكت الميكروفون. قلت لهم انا بقالي اسبوع هنا، ايه اللي حاصل؟ فالست حبت تنزلني، قلت مش هنزل. انزل ايه؟ انتوا موديني على فين؟ انا قلت لكم كل الحاجات اللي انتوا عايزينها قلتها. تعرفوا مين يا شباب اللي وقف جنبنا في هذا الموقف الصعب؟ سفير جمهورية ايرلندا الكاثوليكي. انا اتكلمت على ثلاث سفراء العرب اللي قالوا لي امشي عشان نعرفك. والتاء قال لي شوف، امسك الاوراق بتاعتنا كده، لما انا ماسك الورقه دي قام واخد الكلمه، قال انا احنا كلنا اطلعنا على الملفات بتاعت الاغاثه، والراجل هنا بقى له كذا 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 بيدينا معلومات، واحنا وانا مرتاح نفسيا، وانا بأزكي الاغاثه عشان تسجل، ولكن ارضاء لزميلتي اللي كانت من السويد المراه ننتظر الى يوم الاثنين عشان تحطها العيال ملفات. كون واحد زكاك في المجلس يا شباب ده هو الفتح. انا كنت داخل يقول انت تعرف ان انت ما اعرفش حد الا ربنا، شغل بقى الدراويش زيكم، انتوا تشكلوا كده كلكم درويش وانا كنت درويش زيكم، الى ان اعطانا الله سبحانه وتعالى هذا الرجل، يعني ربنا يسلمه الى اخره. فالسفير السوداني كان موجود، قبل ما ايه خلاص قلت له شوف، كنت معاه بهزر، قلت له شوف انا هكلم الرئيس حسني مبارك يقطع النيل عليكم. قعد يضحك، وكان قلت له ايه؟ قلت له كده 2 3 متر بسم الله. فاما جه يوم الاثنين انا خدت التزكيه خلاص، يوم الجمعه خلاص. بس شوفوا يا رجاله بقى، انا لما خدت التزكيه يوم الجمعه عملت ايه يوم السبت؟ خدت الطياره وطلعت على كندا عشان افتح ايه؟ مجال في كندا، واشوف كندا بيتكلموا ازاي؟ يقولوا ايه؟ كندا عشان ايه؟ كلنا رؤيه ايه اللي هنعمله في كندا بعد كده؟ حوالي مكتب سجل
يوم الاثنين كان يوم الفتح العظيم. السفير السوداني خد المنصة وقال خطبة عصماء، خطبة العرب بقى يعني تعرفين العرب لما يخطبوا يخطبوا، ولما يخطبوا محدش يفهم من حاجة، لكن هم يخطبوا خلاص. وسجلونا. دي مسيرة ان احنا ولحنا لسه قبل يعني، واحنا عندنا 8 سنوات كنا بنفكر ازاي ندخل المجتمع الدولي عشان نكون داخل المجتمع وداخل المجالس الدولية اللي عندنا دي. انا بس قلت اقول المقدمة دي ببساطتها علشان نبدأ النقاشات والأسئلة اللي انتوا عايزين تقولوها. واسألوا ما شاء لكم أن تسألوا، كونوا صرحاء ولا يهمكم، عايزين تجرحوني وتحرقوني ولا يهمكم، عايزين تدوسوا عليا ولا يهمكم. تفضل تفضل يا خالد. خالد الله يحفظكم ويبارك فيكم على هذا الكلام الطيب الرائع الحقيقة، وهو بحد ذاته يفتح الأفق من أجل يعني التساؤلات. أنا هيك استوقفني بعض الأشياء الهامة اللي بلخصها بشكل سريع ونفتح الأبواب للتساؤل والاستفسارات. الآن ما دونته هو أول قضية هي الإيمان. الإيمان بالقضية هي النقطة الأولى التي نستطيع من خلالها أن ننطلق. يعني الإيمان هو يعود إلى إيماننا بالفكرة وثقتنا بالفكرة وثقتنا بأنفسنا، وبالتالي قناعتنا بأنفسنا حتى ننطلق ونستطيع أن نقنع الآخرين. يعني أنا رأيت إيمان وإعلام. الإعلام أنت غير قادر أن تقنع الآخرين بما لديك إذا أنت لم تكن قادر بثقتك بنفسك أن تقنعهم، وبالتالي من اهتزت ثقته بنفسه ولا يستطيع أن يقنع الآخرين. واضح أنه أنتم كنتم آمنين كبير بالهدف، وهذا اللي أعطاكم القوة للانطلاق والتعريف. لفتني أيضا موضوع الصبر. موضوع الصبر يعني لا يمكن لعمل مثل هذا أن ينجح دون صبر. يعني كما ذكرتم تعرضتم لإهانات، والبعض ربما سخر منكم، والبعض أكيد ربما اتهمكم، وأيضا ما حصل معكم في الأمم المتحدة. عفوا وين هذا الصوت؟ أبو أحمد يا ريت حط ميوت. أبو أحمد تمام تمام أوكي 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 آسف. أيضا يعني في الأمم المتحدة، في الأمم المتحدة وما تعرضتم له كان عامل مهم جدا. شيء مهم عندما تتحدثون أنه من تقنعونه ارتاح نفسيا، الراحة النفسية والتزكيات هي البوابة التي يمكن أن تكسب من خلالها الدعم والتأييد. وبالتالي من لم يكن قادر أن يقنع الآخرين ويحدث لهم الطمأنينة لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. ولاحظ جاء الدعم والتأييد ممن لم يتوقع منه ذلك، على عكس من كان يتوقع منه ذلك جاء الدعم والتأييد. وبالتالي هذا كمان بيخلينا نحن نضل محافظين على قضيتنا، ونحن رح يجي من يؤيدنا سواء كان متوقع أو غير متوقع. أيضا عدم التمييز في العمل الإنساني كان واضح بالنسبة لمد اليد لإيران، وعدم وضع المذهب حائل دون مد اليد، لأنه العمل الإنساني من أهم صفاته فعلا يعني الحيادية والاستقلالية وعدم التمييز. وهذا شيء كتير كتير مهم، ورح يعني كمان يواجه تحدي للعاملين الإنسانيين في سوريا، لأنه كمان هذا العامل حاضر وبقوة، وخاصة بعد الاستقطاب الكبير السياسي والمذهبي اللي حصل بسوريا. سبحان الله لفتني أيضا الصدقة الجارية. الصدقة الجارية الذي اقترح الاسم، اقترح الاسم هو ليس الشباب اللي كانوا هن المؤسسين. وأنا أذكر الآن دكتورنا وأذكر كل الأخوة والأخوات هون، نحن لما اقترحنا تسمية منظمة إنسان كان هاد بمطلع 2013 على إثر أول زيارة زرناها لتركيا، ونحن عائدين في الطريق أنا والدكتور خالد بسيارته قبيل أن نصل إلى البلد اللي نحن فيه شمال المعرة. كان اقتراح التسمية إنسان، وكان المقترح من إنسان أنها عمل إنساني أكبر من التحزب وأكبر من الإطار الضيق، هو ينتمي للإنسان حيث يعاني. الجميل في الأمر الشعار اللي صمم الشعار، ولا زال هذا الشعار موجود، ومنظمته تقدم الخير إلى مئات الآلاف من المستفيدين حول العالم. لاحظ أنه فعله من دون أجرة وعمل بسيط بالنسبة له كمصمم،
لكن سبحان الله كيف يريد أن يعني يكسب أجر إلى ما لا نهاية. هذا باختصار شديد، ونحن نشكر الدكتور هاني على هذا الاستعراض السريع. الآن دكتورنا الله يكرمكم سيكون المجال مفتوح للأسئلة والمداخلات من الإخوة والزملاء. أنا محتاج فقط أن نربط الموضوع اللي هو كان عرض تاريخي، أن نربط هذه الأحداث بالأحداث الشبيهة فينا نحن كمنظمة إنسان وفي السياق السوري. كما تعلمون وشرحنا، نحن منظمة محلية انطلقنا لخدمة الناس والمحتاجين، تعرضنا لضغوطات كبيرة جدا وتعرضنا لتحديات كبيرة جدا. أكاد أجزم بأن إيماننا بهذه القضية هو الوحيد اللي صمد معنا خلال هذه السنوات، وما سوى ذلك نحن ما كنا نستطيع أن نستمر. هذا هو الذي يدفعنا باستمرار لأن نستمر. الآن المجال مفتوح لمن يريد أن يداخل، وطبعا هنا اسمحوا لي أن أرحب باسم الجميع بالأستاذ الحبيب الأستاذ ياسر الشحادي، هو المدير التنفيذي لمؤسسة إسكتي. هذه المؤسسة التي نعتز بها وهي من أهم الشركاء لمنظمة إنسان الخيرية، وخاصة في العامين الماضيين كان لهذه الشراكة أثر كبير جدا، ويمكن أيضا أن يكون له مداخلة. هو مدرب أيضا في إدارة المشاريع الأستاذ ياسر، وأيضا يمكن أن يكون له مداخلة نستفيد منه ومن خبرته في هذا المجال. الأستاذ ياسر تحياتي. حياكم الله، الله يجزيك الخير أستاذ خالد، ونحن فخورون صراحة بالشراكة مع إنسان. ونحن أكثر فخرا أيضا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظكم يا رب. السلام عليكم جميعا الزملاء بالاجتماع، وأنا حقيقة بداية تشرفت بدعوة كريمة من الأستاذ خالد لحضور هذا الاجتماع مع الأستاذ هاني البنا، عملاق البناء المؤسسي والعمل الإنساني في بريطانيا. نحن راح بداية راح يحكي عن مؤسسة سكن. مؤسسة سكن هي مؤسسة مرخصة في تركيا، لكن هي فرع لمنظمة إسكيتي ويلفر في بريطانيا. أعتقد الأستاذ هاني البنا بيعرف البورد في بريطانيا. طبعاً راح أحكي عن التعاون والتنسيق بداية قبل موضوع الشراكة. صراحة التعاون والتنسيق هي كانت أحد قيم مؤسسة سكن اللي نحن اشتغلنا عليها وعملنا لها تحديث منذ عام 2017، وحبينا تكون هي القيمة عمل فعلي وحقيقي. بدأنا بالتنسيق مع عدد من المنظمات في مشاريع صغيرة، وما توقعنا أنه نوصل لمرحلة عالية من التنسيق مع عدد من المنظمات، لأن هذا اكتشفنا كل ما نعمل تنسيق مع منظمة عم يعطينا فيه مضاعفة. حاب أذكر مثال بهي المناسبة. بداية في العام 2018 بلشنا مشروع صغير مع إنسان اللي هو كان في 80 طن طحين بداية. نعم. وكان إنسان ما عنده أجور الخبز، والطحين كان من إيهاها. نعم. وفكرنا إحنا عدنا صراحة المصاريف التشغيلية لمشروعنا، يعني إحنا ما كان بحاجة إنه مثلا نشارك مع منظمة لنشتغل مشروعنا. لما هيك بحسب صغيري طلعت على شفت انه قدي بدهم يستفادوا اذا انا اشتغلت مع انسان والإيهاها، وقدي بده يستفيد اذا اشتغل لحالي. نعم. طلعت من الارقام، يعني مثلا انا كان عندي 2000 عم يصير 4000. نعم. وفوق كل هذا خلينا نقول الكفاءة وفعالية التكلفة الكفاءة والفعالية للتكاليف بتزيد. كيف يعني؟ يعني مثلا الموازنة كان 15,000 دولار بتصير مثلا 12,000 أو 13,000. نعم. معناتها أنا إذا تشاركت أنا مع إنسان فرح أول شيء خفض التكاليف، ثانيا رح زيد عدد المستفيدين، وثالثا أنا فعلت القيم اللي عندي في منظمة سكن. فعلا بلشنا هذا المشروع. أول مشروع كان مشروع صغير، بعدين بلشنا مشروع تاني تقريبا بنفس هذا الأمر. ثالث مشروع بآخر شراكة كانت بيننا وبين إنسان، كنت جالس أنا والأستاذ خالد عم نقول فيه طحين بده يجي. نعم. من إيه. نعم. وشو رأيك نعمل هيك مشروع شراكة وكذا؟ قلت له والله أنا رأيي نعمل، والله يعني صحيح. أنا مين الحضور؟ قلت له أنا رأيي نطلق مشروع المليون ربطة. صحيح.
لا نعلم أدي راح يجينا طحين، ما نعلم. قال أستاذ ياسر في تمويل لهذا الأمر؟ قلت له ما دام التمويل موجود أنا وعد إنه نحن مستمرين. ما شاء الله. طبعا يعني هو المشروع عندنا كان قائم لنهاية 2019. نعم. قلت له لكن أنا بحاول نعمل أدفوكاسي للفاندرايزنج لهذا المشروع حتى لو كان بالشراكة. وفعلا أنا حكيت مع إدارتي وقلناها من 1-2-3 إنه المستفيدين راح يستفاد 4000 عائلة يوميا عم يستفيد هذا المشروع. حقيقة. وبلشنا طبعا أطلقنا مشروع المليون ربطة، هي بلش بفكرة وانتهى بواقع. نعم. نفذنا مليون ربطة على أرض الواقع. نعم. حقيقة. وآخر مرحلة يمكن أستاذ خالد يمكن في بيناتنا حساب حتى الآن. آخر مرحلة. ياسر ياسر. المرحلة الرابعة. نعم. يا خالد. نعم نعم دكتورنا. اكتب الكلمة دي، بلش بفكرة وانتهى بإيه؟ بواقع. شكرا. نعم. يا أخ ياسر على الكلمة الجميلة دي. كم ياسر. اي بلشنا نحن، هو المشروع عباره عن 4 مراحل حقيقه، كل مرحله 250,000. طبعا في اي مشروع كبير بدك توقع المطبات، وكنت انا اتحمل كل، انا والاستاذ خالد كنا عرابين انه نحن معليش بدنا نتحمل الضغوطات الماليه والضغوطات الاداريه وكذا، انه لهالمشروع لازم يمشي، وخاصه بالمشروع تم انجازه بفتره في عندنا كان نزوح. نعم. من بداية أبريل 2019 لا نهاية 2019 كان في مليون نازح. مظبوط. استمرار المشروع صراحة يعني كل موظف يتعرض لضغوط، إذا كان مدير وإذا كان موظف عادي. نحن كان ولائنا مو لل ولائنا للمنصب، كان ولائنا إنه لخدمة أهلنا. في ولاء للمنظمة، لكن لما يكون في هدف إنه نحن نخدم أهلنا اعتقد الانسان يتحمل كل شيء. ففعلا نحن استاذ خالد الله يجزيه الخير تحمل ضغوط كثير ماليه حول المشروع، وانا كثير امور اداريه تحملتها كرمال يمشي المشروع. واخر مرحله الحمد لله انجزناها اللي هي المرحله الرابعه، انتهت في 20 ابريل يعني قبل اقل من شهر من الان، نفذنا مليون ربطه. انا سعيد جدا. نعم. بهالشراكه. وفعلا نحن نطمح الان بعد رمضان انه نستفيد، نعمل دروس مستفاده ونطور الشراكه هي لمشاريع فعلا تكون خدمه لاهلنا في الداخل. واسف على الاطاله وشكرا لكم جميعا. استاذ ابو عمار، انا بدي مثل ما كمان الدكتور صفق لك، انا بدي صفق لك، وانا كثير بشكرك على هذا الحضور الرائع والمميز، ونحن كمان مره اخرى بنعتز فيك كالاستاذ ياسر، وبنعتز بمؤسسه سكر، ونحن سعيدين بهذا التعاون اللي فعلا بدا بفكره. يا دكتور انا كنت على اتصال مع الاستاذ ياسر وقال ليش ما نطلق المليون، يعني اذا نحن بدنا نبدا الان ليش ما نطلق مليون. فانا يعني كنت سعيد جدا بالفكره، قلت له مليون، قال مليون، قلت له لا لتكن مليون، قال نطلقها على 4 مراحل. وفعلا كما ذكرنا احنا كنا من ايام قليله في منظمه الإيهاء، سلمناهم درع شكر باسم منظمه اسكيتي وانسان على الانتهاء من هذا المشروع الرائع. وفعلا ايضا نطمح ونتطلع الى مشاريع قادمه على مستوى التشاركيه وعلى مستوى التنسيق. مشكور كثير استاذ ياسر، ومره اخرى الله يعطيك العافيه. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. وانا تسمحوا لي عندي اجتماع بعد هذا الاجتماع مباشره، كثير بعتذر منكم. شكرا. وتشرفت الاستاذ هاني، انا كثير تشرفت، وانا اسف انه بدي غادر لضرورات اجتماع لاحق بعد هذا مباشره. شكرا لوقتك استاذ ياسر. الله يحفظكم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شكرا لوقتك. سلام. هلا. السلام عليكم. طبعا دكتور هاني، ويعلم الزملاء انه نحن من اهم قيمنا للتشاركية والتنسيق، ونحن كما قلت اسسنا في الاتحاد السوري العام من 2014 دكتور هاني، وساذكر هذه الكلمة لله وللتاريخ. انا كنت وقتها في تركيا قادم جديد من سوريا ومعي زوجتي، ونحن كنا وقتها في غرفة ليس فيها منافع، انا وزوجتي، بيعرف الدكتور خالد هذه الغرفة، وما كان أنا متطوع لا أخذ أي شيء من المنظمة وما عندها المنظمة سيولة. لما دعينا إلى فكرة تأسيس الاتحاد السوري العام
أنا كنت من السباقين للاستجابة، وأمنت $1,000 من الشيخ تاج، هو من مؤسسة زيد، من أجل دعم الاتحاد السوري العام، وسلمت كما هي للاتحاد من أجل أن يبنى هذا الجسم التنسيقي في خدمة العمل الإنساني، لأنه فعلا نحن نؤمن بالعمل التنسيقي والتشاركية. وكما رأيت الآن، يعني هذه شهادة نعتز بها من إحدى المنظمات الشريكة لمنظمة إنسان، وثناءها على الجهود التنسيقية والتعاون وثمرها على أرض الواقع. الله يعطيكم العافية. إذا حدا الآن، دكتورنا العزيز دكتور عبد الناصر، دكتور خالد، الشباب، بعد ما إذا حب الدكتور الهاني يعلق على ما قاله الأستاذ ياسر. تفضلوا، خلينا نسألهم يا شباب. والله أنا ما عندي تساؤل، يعني نحن نستفيد من الدكتور هاني الله يبارك فيه. أكيد التجربة اللي يتفضل عنها تجربتهم، يمكن أنا بعتبرها أصعب من تجربتنا في العمل الخيري والإنساني كبداية. يعني احتمال إحنا صار في عنا تعاطف إسلامي دولي مع الشيء اللي عم يصير معنا في بداية العمل في الانطلاقة الأولى. هو صح الصعوبات اللي إحنا واجهناها من عدم عملنا بالعمل الإنساني وهذا العمل الخيري جديد كمجتمع مدني حقيقي ما كان مفعل بشكل صحيح في سوريا، لكن الانطلاقة والتعاطف الدولي والعربي والإسلامي مع قضيتنا هذا شجعنا وكان له حوافز كبيرة لأنه نحن نتقدم ونتطور في العمل الخيري. فبعتبر أنه نحن الصعوبات احتمال اللي واجهناها أقل من الصعوبات اللي تفضل عنها الدكتور هاني. يعني الدكتور هاني المراحل اللي مروا فيها مراحل صعبة وليست بالأمر الهين، يعني عم بيحكي عن مستوى تغيير الاسم، على مستوى أنه أنت خلاص أنت مثل اللي مختوم عليك، أنت إسلامي، أنت مسلم، أنت فما ممكن تمشي. بالرغم من هيك مشوا ما شاء الله، وصلوا إلى ما وصلوا إليه، والحمد لله. نحن الآن في مرحلة تقييم لأعمالنا السابقة كلها لمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة، ولا حتى نستثمر نحن هاي النقاط قدر المستطاع ونكون بمجتمع مدني في قابل الأيام نفيد في بلدنا إن شاء الله. هيك إحنا متأملين. يعني إحنا في لقاءات سابقة كان حديثة دائما مع الدكتور هاني إنه الحالة السورية حالة ضبابية، وضعها غير معلوم، في كل يوم في تغيير غير واضح. لذلك نحن حالتنا حالتها حالة ضبابية، لكن نبقى إحنا مهيئين دائما وأمنا بالله كبير إنه تنجلي هاي الغيوم وهذا الأمر الضبابي لحتى يعم الخير على بلدنا، ونكون بالفعل أداة خير وبناء لسوريا وللعالم العربي والإسلامي. ونشكر دكتورنا الحبيب دكتور هاني، الله يبارك فيكم ويحفظكم. حياكم الله دكتورنا. حدا بده يسأل أو يداخل؟ إذا بتسمحوا لي هيك عندي مداخلة، وبنفس الوقت مثل نقول يعني مع الدكتور هاني. نعم. نقول لحظة حقيقة أو واقعنا. دكتور هاني، هلق أنا استمعت لحديثك من أول لآخر، فأنت بحكم أنك انطلقت من مصر وهي مصر كان بلد متعافي ما في أي مشكلة، واتجهت باتجاه العمل الإنساني، فكان يعني نوع من يعني من المبادرة الخاصة فيكم، فانطلقتوا أنتوا من شيء يعني من لا شيء لشيء، اللي هو أنتوا ما عندكم شيء، انطلقتوا باتجاه مساعدة الأشخاص بدول التاني. نحن بالواقع السوري عندنا كون الحرب والأزمة صارت عندنا هون،
وبلشت المنظمات تنطلق من قلب الكيان السوري. فكان عندنا هون في سوريا تعداد هائل للمنظمات، وكان أفكار متضاربة بالنسبة لموضوع العمل الإنساني. يعني في منه أخذ العمل الإنساني للمصلحة الشخصية، في منه أخذ العمل الإنساني لإغاثة أهله، في منه أخذ العمل الإنساني لشهرة. فنحن اليوم عم نصطدم بهذا الواقع من خلال تجربتك. مش من العدل. أنتوا أنجزتم في مجال وخرجتم صفر لدين مكبلين، وإحنا جينا في المحبوحة واشتغلنا. صحيح التحديات اللي كانت عندنا هنا تحديات ثقافية، تحديات الدينية، تشكيك في الإسلام، تشكيك على الإرهاب إلى آخره، كانت موجودة تحديات أخرى. وتحدياتنا إحنا إن إحنا نشأنا في مجتمع يعتبرنا إن إحنا من عالم ثالث، يعتبرنا إن إحنا متخلفين، يعتبرنا إن إحنا معطين درجة ثانية، لكن استطعنا فضل سبحانه وتعالى إننا نصبر على كما أنتوا استطعتوا إنكم تصبروا. فإحنا بنتكامل مع بعض. نعم. فضل. دكتور، سؤال قد يكون هو المحور اللي بتحبه يعني نطلع مخرجات من هذا اللقاء الجميل. من خلال هاي السنوات الطويلة دكتور، كتقييم لكم عملي، ما هي أهم نقاط القوة داخل منظمة تأسست في ظروف مثل ظروف سوريا وتريد أن تستمر وتقدم خدمة؟ ما هي أهم النقاط التي ينبغي أن تتوفر ضمن هذه المؤسسة؟ وما هي النقاط الضعف التي يجب أن تعمل على إزالتها حتى لا تقف عثرة في طريق تقدمها ووصولها إلى الهدف؟ أهم نقاط القوة في أي مؤسسة: المصداقية، الشفافية، المهنية، المحاسبية، محاسبية رحمكم الله، قياس المشاريع اللي ما بيعملوها، قياس الأثر، الاستثمار في المصادر البشرية، بناء المجتمع. يعني إيه بناء المجتمع؟ يعني اهتم بالتدريب والتأهيل والبحوث وبناء القدرات بتاعت الشباب اللي في الداخل السوري. أنا سعيد إن في 2-3 من الموجودين معنا من الداخل السوري. بناء الداخل معناه إيه؟ معناه بناء الفرد، معناه بناء المحليات، معناه بناء قطاع المجتمع المدني السوري في الداخل، بناء الجمعيات والمبادرات وتبنيها. كل هذه الأشياء تعتبر نقاط قوة لو فاتن لها المسؤولين. من نقاط القوة في أي مؤسسة، لو عندكم، أنا شفت برضه كان عندكم بعض الأخوات شغالين، ده شيء جيد، إنك تشركوا المرأة معكم من اليوم الأول. النقطة الثانية، عايزينها تشركوا الشباب وتشركوهم مش فقط في الوظائف الدنيا، لا، في صناعة القرار أيضا. إن هم، أنا أعتبر انحيازي للقطاعين دول، قطاع المرأة اللي تعتبر أمي وأختي وخالتي وعمتي وزوجتي وبنتي، والشباب اللي هم أولادي، إنهم يكونوا ما لا يقل عن 30-70% من المجتمع. المرأة بتدير القضايا بعاطفة فيها رحمة ومغفرة وحب. أنا كرجل بأدير الأمور في صلافة وبعض الغلظة. فتكامل الرحمة والود والحب مع الغلظة يعملوا شيء جميل. حضرتك كان تضحك ليه؟ جميل، توصيف رائع. أما الشباب فهم دول الوقود. لذلك أنا ذكرت في أول كلمتي من أكثر من ساعة، قلت إيه؟ قلت من 84 ل90 الأساس بنوا الشباب، وشباب الثانوي كمان، شباب الجامعات، شباب المدارس. وكنا عاملين حاجه، عملنا لهم حاجه سنويه يا خالد اسمها ايه؟ اسمها دوره الالعاب الرياضيه للاغاثه الاسلاميه، وكنا بنحلم ان تبقى عندنا الدوره الاولمبيه الاسلاميه للالعاب الرياضيه.
وعملنا شعار الدورة الأولمبية الإسلامية كمان. بدأت من 89 لحوالي 99 كان كلها شباب، يعني 100 فريق كورة أو 150 فريق كورة أو كرة طاولة وفولي بول وكرة سلة وكل، وفيها معارض وفيها حتى أول عرض أزياء إسلامي للنساء كان عندنا في دورة الألعاب الرياضية. في أخت من الأخوات كنا عملناهم قسم كده يقعدوا فيه، وأول مرة تجيب العرض للأزياء الإسلامية وبنات كانوا يخرجوا قدام أماتهم يلبسوا ويفرجوهم عليهم. هشوف قد إيه كان ده، كان سنة كام يا خالد؟ كان من 30 سنة ما شاء الله. ما شاء الله. والمجتمع المسلم كده كان لسه عمال عمال. نعم. أنت خلودة خرجت بالعمال دول. تعرف يا خالد ورجالة ويا أخوات، إحنا ليه كنا بنأجر قاعة المؤتمرات الكبيرة ببرمنغهام؟ نعم. عشان لما الجالية بتاعتنا تخش تحس إن اليوم يومها. كان بيعدوا من الشارع اللي برا يقولوا الله ده في حاجات كتير بتحصل هنا، حفلات نفسنا نخش. والله كانوا بيجيبوا حلل الرز وحلل الكباب وحلل الكاري، وكانوا يقعدوا كده على الترابيزه وتبقى الاخت هي وجوزها واولادها قاعدين ما فرحانين فرح الدنيا والاخره، يجوا يتفرجوا على اولادهم بيلعبوا كوره وتنس الطاوله الى اخره، يقعدوا النهار ويخرجوا واحنا ايه نجمع الناس. والاهتمام بالشباب واخبارك خلانا نرتب هذه الدورة الرياضية مرة كل سنة. كان الشباب يقولنا تعرفوا ان الشباب من فرنسا ومن بلجيكا ومن هولندا وألمانيا عشان يلعبوا كورة، مش مثلا من اسكتلندا او جنوب بريطانيا الى اخره. فده لان الشاب هو طاقة، وانت عليك ايها الحكيم الجالس وقابع في المجلس الإدارة ان تكتشف مصادر الطاقات الفاعلة والمفاعلة. اما المرأة فبحنانها وعاطفتها، واما الشاب فبقوته وفضوله. لان انا وانا عندي 60 70 سنة خلاص ما عنديش قوة ولا فتوة، وحتى تجمدت وتكلست. نعم. فوجود المرأة جنبنا بالعواطف، وجود الشاب جنبنا بالفتوة والقوة بيخلينا جيلي لا يموت. نحن قوم لابد علينا ألا نموت، سنموت إن أمتنا الروح في داخل أجيال بعدنا، وسنعيش إلى الأبد إن زرعنا الروح داخل أجيال الشباب وهم حولنا. ده بالنسبة لنقاط القوة. وانتوا عندكم الحمد لله، يعني لما شفت كده بعجالة عندكم شراكة وعندكم نساء بتشتغل، فانتم ماشيين في الطريق الصحيح الحمد لله. ونقاط الضعف بقى اللي هي الشلالية، الحزبية، المحسوبية، التحدي، التجمع إلى آخره، كل حاجات دي كلها بتقتل يعني عدم الانفتاح على الآخر، وبعدين الشك في الآخرين كلهم، ما يكونش ليه شخصية اعتبارية كمؤسسة. أنا سيدي أقول لبعض نقاط القوة أنتم كنا ممكن تعملوها، إن هي تبدو تبصوا تعدد مصادر الدخل ونبدأ في بناء منظومة الوقت شئنا أم أبينا. نعم. شئنا أم أبينا. أنا أديك مثلا، إحنا كمنتدى إنساني ما عندناش أي حاجة، بنجمع الميزانية بتاعتنا في السنة بشدة إيه؟ بطلوع الروح. فلأن ما عندناش دخل اندمجنا مع مؤسسة أخرى اسمها بيت الزكاة اللي هو في لندن. بيت الزكاة عنده مبنى في لندن يعني بتاع مليون ومليون ونص، فخلاص اندمجنا الحمد لله عشان تقليل التكاليف، والبيت ده يبقى ايه ملك للمنتدى الإنساني. مقبلك في مبلغ فاضل وما عنديش دخل، أصرف المبلغ كله يخلوه على الموظفين خاصة في الظرف اللي احنا عايشين فيه ده، ولا اعمل ايه؟ فالقرار والرؤية لا، احنا هناخد جزء تلتين المبلغ نشتري شقة او عقار يدخلنا في الشهر 500 ولا 1000 جنيه، والتانيين نمشي المرتبات لمدة 6 اشهر او سنة، والموظفين هم اللي يجيبوا حقوقهم بعد كده. يبقى انا عندي بيت في لندن وعندي شقة اخرى، يبقى
نعم خلي يبقى احسن له. لابد ان احنا نحط وقف ونجمع على قضية الوقف. طبعا دكتور هاني طبعا ممكن الان تعقيب على كلامك شغلتين مهمات. الاولى اللي هي الاندماج مع منظمه في عندكم او جهه اخرى في تلاقي بالاهداف، شيء رائع. واحد نعم. اثنين اندماج بينهم واحده بين منظمه واحده. نعم بقينا منظمه واحده مش منظمتين. يا سلام. اندماج عندي انا يعني دوبنا في بعض. طبعا لاحظ الدكتور هاني صاحب الباع والخبره العالميه ممكن يعاني في الحصول على التمويل او ممكن يعاني في الحصول على الموقع او ممكن، وبالتالي لا يمنع ان يضع يده في يد من يشابهه، وبالتالي ممكن يدوبوا في بعض ويتنازل كل واحد عن شيء من اجل ان يبقوا في مكان وكيان قوي. وايضا انه ممكن يوصل لمرحله انه ما عندك امكانيه تستمر اكثر من 5 أشهر 6 أشهر، وبالتالي لابد انك تسعى حتى تستمر وتحصل التمويل. هذا كلام كتير رائع دكتور هاني. نعم تفضل. لا تمام، انا بس علقت على نقطتين هامات دكتور فقط واترك لك الكلام. عندك نعم نتكلم خلنا نسالهم بقى. تمام. اي انا لا اريد ان استاثر نعم بالحديث لوحدي. يعني من العقبات اللي بتواجهنا اللي هي الشفافيه الماليه. قاتله. من العقبات اللي بتواجهنا اللي هو عدم معرفة كيف نتعامل مع اللاجئين والنازحين، خطيرة جدا. نصف اللاجئين يا شباب أو أكثر أطفال ونساء. أنا أعوذ بالله من الشيطان، أنا أقول للعاملين حينما نتحدث عن الأيتام والأرامل لا نوظف ذكرا، نوظف امرأة. نعم. لأن لما بخش عند امرأة مكسورة في خيمة أنا بكلمك بقى خدي مني عيني بتلف وتدور. لو كانت المرأة مكسورة ويعني إيمانها ضعيف قد يحدث شيء فيما بعد. جميل. ده اللي حصل في القضية السورية. اسمها السورية اسمها إيه دي؟ البوسنة. مجتمع خارج من مجتمع لو اسلامي ولو شرقي ولا كذا، وفي بعض العاملين، احنا كل العاملين في العمل الاغاثي مش كلهم ملائكه، في بعضنا الاثنين، ده في بعض المتطوعين في زغرب في 93 كانوا بيروحوا، الموظف اللي كان بيشتغل عندنا في زغرب او الناس جم زغرب بالليل بقى بيعيشوا حياتهم، يجي تاني يوم يقول للموظف انا كنت هنا وانا هنا، الموظف بتاعنا مش عارف اماكن دي موجوده في زغرب. طب انت جاي متنال عينك متطوع ولا جاي تتكلم عن الحاجات دي كلها؟ فحذاري يا اخ خالد يا فجر او يا اخ خالد يا شمس الشموسه، واخد بالك انك تكلف رجال يرعوا الايتام والارامل، اجعلها في يد امراه. قد يكون المسؤول عنهم في المكتب الرئيسي رجل يعني عنده خبره، لكن العاطفة والخلوة تجعلني ان انا اكلف، وانا بتكلمها دي من خبرتي الشخصية. جميل. ده انا عشتها. احنا كنا مرة في شمال كينيا مع ساعة القحط والمجاعة والحاجات دي كلها، الجالية الصومالية اللي هناك، النساء كانوا خايفين يقعدوا معانا، كنا كلنا ذكور. السنة اللي بعدها في 2006 لما رحنا النيجر ومالي وتشاد خدنا معنا 3 بنات اخوات، واحده مسيحيه واثنين مسلمين. مجرد ما البنات دخلوا على النبي والاطفال، يا سلام على الجو والضحك والاهاه ونططوا على رجلهم وهكذا. فانت اعطي كل وظيفه لمكونات الموظف المقبول عند المجتمع اللي هتروح له الوظيفه. خدت بالك؟ الحته دي بقى انا متحيز. يعني مش عايز اشوفك يا خلود ده انت ماسك ملف الايتام في الخيام. مش لعبتي، اطلع بره. سواء كنت انت بقى مؤسسه مسيحيه او مسلمه دي مش مشكله. انا بتكلم عن عواطف
بتكلم عن اختلاط عمومية. من حكايه نقاط الضعف الخطيره جدا جدا ان احنا نقاط الضعف اللي عندنا ان احنا ما عندناش متطوعين مدربين مؤهلين ناهل متطوعين عشان الاستمراريه. نقاط الضعف ان انا اقعد رئيس مجلس اداره طول العمر او عضو مجلس اداره طول العمر وهكذا. لابد يكون في تغيير واحلال لان دي مش شركات قطاع خاص. نقاط الضعف ان انا ما امنش بالبحث، والبحث مش مهم ان انا اعمله، اتشارك زي ما انت قلت مع مؤسسه السكن واتشارك مع كذا مؤسسه واقول لهم والله انا عندي المعلومات يلا نعمل بحث عليها. بالك زي احنا عملنا دلوقتي في المخيمات الداخل في الداخل السوري البحث او العنف ضد المراه في المخيمات من الزوج او من الاب او من الابن او الى اخره. هل احنا عملنا بحث يعني هل احنا حسيت ان قد يكون في الخيم دي؟ لكن انا في امر انا كنت اكتشفته في مصر في 2002 او 2003 في مصر مش انت كانش في لها نزوح ولا كذا. كان ليه زميل صاحبي حبيبي يعني استاذ امراض نساء اولاد، رحت ازوره في بلد اسمها الميه في وسط الصعيد او بيسموها عروس الصعيد ده في الطار اتخك اتخك بالفرفر قتلك على طول شرف. وانا بنتكلم كده فقال لي انا دايما مش دايما يعني بيجي لي حالات اجهاض كثيره بين الاب وبنته بين الام وابنها او بين الاخ واخته. ده فين يا رجاله؟ مش مخيم، مش مخيم يا رجاله. فحينما تنزل لقاع المجتمع يا خالد تجد أشياء لا تتخيلها على الإطلاق، وكأن البيوت المغلقة الأسرة اللي بتعيش في غرفة فيها 6-7 أولاد وزوج وزوجته هيعملوا إيه في الغرفة؟ شعرت أنت كمسؤول إن الغرفة دي ممكن تكون بؤرة للفساد؟ صح ولا غلط؟ فإحنا ما نقعدش في مكاتبنا بقى ونقول إحنا وزعنا مليون لفة اسمها ايه دي خبز. لا، انا انزل اشوف المرأة دي عن طريق مرأة اخرى بتعاني ازاي من الالم. اشوف النساء اللي هم عندنا برا، انا لما شفتهم كنت عايز افتي في الزوج الثاني والثالث والرابع والعاشر كمان. لما نزلت غزو عنتاب ودخلوني في مكان لقيت ان الارامل في سن الزهور وعندها طفلين ثلاثة، هتعيش في عمرها ازاي دي؟ من الذي سيكفي حاجتها للمعيشة ثم حاجتها الجسدية؟ ولا مش من حقها؟ شفت بقى انا بتألم ازاي وانا بكلمك وبفرقع دمامل عارف الدم اللي هو في القيح ده جروح التي اصبح فيها صديد. انا احب توزيع الخبز خلاص وزع، بس المراه دي مين اللي هيمنعها انها تجد حاجتها في الحلال؟ لكن انت ذكرت قول سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمع ابنه بائعه اللبن قال والله لو كان لي قوه لتسابقتها. احنا دلوقتي في سننا ما ينفعش بالك. شوف حكمة التعدد بقى هنا بالك اللي بيدخلك ان في بعض المؤسسات بتلاقي انك عملت دعارة بالك زي ما حصل مع اوكسفام من 2010 في حياتي بالك. ده تصرف سيء من موظف هناك بالك خلى كل القوانين في العالم اتغيرت. فما بين حاجة المرأة والطفل دي هيو حاجتها من حقها تتر لا خلاص يا بنت اللي مش عارف ايه ما لا اتكلم انا بنام ازاي زي الست اللي كانت ايه بالليل وعمر بيعس بالليل وكان بيقول الشعر دوله كذا كذا كنت حافظ الشعر بتاع المرأة دي. فامر بنته يقول له يعني ها اتفضل
انت مش صوتك مش طالع. اقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وارقني الا خليل اداعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لهتز من هذا السرير جوانبه. شفت بقى عمر ساعتها ما نامش رضي الله عنه، ما نامش، راح للسيدة حفصة وكانت مكشوفة تقول له، قالت له، فغير سياسة الجنود الجيوش، غيرها من أجل امرأة واحدة. فبالك أنا عندي في الداخل السوري في 11 مليون أو 10 مليون يمكن ربعهم أو ثلثهم نساء أو نصهم نساء، منهم أرامل إلى آخر. فأنا بقول لك الحاجات دي كلها لأن العمل بتاعنا يا أخ ياسر يا أخ خالد وكلكم جميعا هو عمل من أسفل قاع المجتمع اللي مليء بكل فيروسات وبكتيريات الأمراض المجتمعية إلى قمة المجتمع اللي فيه علية القوم من الفقهاء والعلماء إلى آخره. إلى حينما ندخل في العمل الإنسان يا أخوان كل إنسان راجع مرة تانية، راجع إنسان غريب على البلد، ثقافة مختلفة، قيم مختلفة، عادات مختلفة، لأن ثقافة الخيمة وثقافة المخيم وثقافة المركز الاجتماعي وثقافة اللجوء والنزوح تغير شخصية الإنسان 180 درجة. أصبح كل إنسان ما عنده قوة هو نفسه مشكلة، مشكلة معقدة ومركبة. شفت بقى العملية مش في الفلوس، مش في روسيا بتعمل إيه وأمريكا بتعمل إيه والعرب بيعملوا إيه، المشكلة في الشخص اللي هيرجع لك انت مش عارف هتجيبه لمين، يجي لك الشمال يجي لك الشمال يجي لك يمين وهكذا. ولو دخلت وفتح قلبه ليك هتلاقي ان كل اغلب المشاكل انت لا تستطيع انك تستوعبها. فالعمل بتاعنا عمل سميه انا عمل كسر ظهر. انا كده اتكلمت كتير يا رجاله، اتفضلوا انتم. تفضلوا. الله يعطيكم العافيه. ممكن عندي مداخله لو سمحتوا؟ شكرا. هات راسك يا بوسه، حط هات راسك، قرب كده على الكاميرا، خليه قرب يا خالد. شكرا شكرا لك يا دكتور هاني، الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. والله والله نحن مقبل جبينك ان شاء الله. دكتور هاني ذكرت من ولو مقاطعه لحديثك دكتور خالد. الدكتور هاني متعود في اللقاءات يقبل رؤوس الاحباب الموجودين، فهو الان يعني مشتاق. بعرف بعرف، ما انا اجتمعت فيه عن قرب دكتور هاني. ايوه الله يخليك. ذكرت اني من اهم نقاط القوه، من نقاط القوه اللي لازم تكون بالمنظمه تعدد مصادر الدخل. نعم. بدنا نقول من 1 to 10 انت رقم 1 في رأي الدكتور هاني شو هو؟ اوه ده عايزة محاضرة دي، واخد بالك انا كنت عامل 20 نقطة في محاضرة ثانية على تعدد مصادر الدخل. اول شيء عشان الدعم المستمر، لا لا، تعدد مصادر الدخل معناها ايه؟ معناها الشراكة اللي انتم ماشيين فيها لمصدر مصادر الدخل، معناها انفتاح على المجتمع اللي انا عايش فيه. قد يكون في بعض التجار المحليين مش قادرين يدوك مال لكن هيديك مواد غذائيه. جميل. معناها اكتشاف المواهب والقدرات بتاعت الشباب اللي عندي اللي هم هيأثروا عليا الطريق. معناها كان عندي القدره ان انا افتح في دول مختلفه، افتح زي كان قلت لك لما كنا بنسافر او كنت انا بسافر شخصيا في الطياره، كنت بحط الدوائر على امريكا و مدن في امريكا، بلاد في امريكا وهكذا وهكذا. اللي خلى يا اخي فاضل الغاسه تستمر الان بفضل الله سبحانه مع كل الحرب الشرسه اللي عليها والتصنيف ليها من بعض الدول سواء كانت دول صديقه او دول صديقه او دول صديقه، ان الاغاثه في حوالي 20 دوله اوروبيه وامريكيه عندها مؤسسه مستقله اسمها الاغاثه. لو اتضربت واحده فيهم في دوله 19 موجودين. بس الكلام ده حصل في قد ايه يا شباب؟ الكلام ده بدا يحصل من عام
1991 يعني نتكلم على مسيرة 30 سنة. يعني يا أخي الفاضل كانت الرؤية موجودة من أول يوم. أنا دائما أقول لإخواننا الخليجيين جزاكم الله خير، أنت مصدر دخلك واحد، مصدر دخلك واحد، نقدر لو حصل في حاجة قد يكون مصدر دخل ده بيدخلك ذهب دلوقتي، والعياذ بالله أي دولة من الدول دي كلها أصبحت بيسموها فلست، هتعمل إيه أنت؟ حط بالك. فلذلك انتم دلوقتي هل احنا عندنا امكانيه، وده الكلام ده كنت دايما بقوله للمؤسسات الكبيره اللي انا قابلتها كذا مره من زمان بدون ذكر اسماء وما سمعوش الكلام، دلوقتي بيصوتوا. طب لو انتم استثمرتوا من اول انا اول تاريخي مع القضيه السوريه من سنه 2011، تاريخي مع السوريه في تركيا 2014 15، لما تعرفت على بعض المؤسسات في 2016 بدأوا لهم تعالوا افتحوا افتحوا هنا وافتحوا هنا وافتحوا هنا وافتحوا هنا وافتحوا هنا، كانوا معتمدين على مصدر واحد، وده اللي خلك تجد منهم يعانوا. لا لا انتوا في تركيا دلوقتي شوفوا كيف من الدولة التركية القوية ان يكون لكم مصدر دخل من داخل الدولة التركية. هل مؤسستنا اصبحت مؤسسة تركية تستطيع انها تاخذ منح؟ طب هي المعايير اللي تجعل الدولة أو المواطن التركي برع جمعية إنسان؟ أنتوا تشوفوا، أنا ما أقدرش أحكم على إيه؟ على قضية داخلية أنا لم أعيشها من ناحية قانونية، واخدين بالكم؟ تعدد المصادر الدخل، إن أنت بتعمل مشاريع تكون يعني إيه؟ تقوم بذاتها. المشاريع الإغاثية والمشاريع الطبية دي مشاريع مستهلكة، بناء المدارس مشاريع مستهلكة أو مهلكة. أنا بتكلم عن إيه؟ أنا بتكلم عن مشاريع اللي هي فيها الحرفيات، مشاريع اللي هي فيها الأسواق، الأسواق الشعبية، مشاريع اللي هي فيها الزراعة، مشاريع اللي فيها العمل اليدوي، المرأة والرجل في البيوت، الحاجات دي كلها المشاريع اللي بتخلي بتحول فيها اللي هو الفقير إلى منتج، ثم الى انه عنده دخل يستطيع انه يعيش به. فدي بيرفع عن ايه؟ المعاناه عنك انت بانك انت مش هتكفله بعد كده. فكل الاشياء دي لما نقعد احنا في جلسه في عصف ذهني هتلاقي تعدد مصادر الدخل اهم حاجه فيه، ان انا ابني الشراكات واعرف كيف استفيد بامكانيات كل مواطن حتى لاجئين استفيد منه. ده مصدر كان يكون مصادر الدخل. لو انا عملت مسابقات في الرسومات او في اي حرفه او حاجه زي كده وسوقتها، عندي مثلا يعني جهاز اعلامي قوي وسوقتها على مستوى العالم، قد تاتيني اموال من شركات او من مؤسسات او من كذا او من كذا. يعني انا في واحنا اول مره زرت جروزني، زرت جروزني يا سيدي في مايو 1995 لما خرجنا عملنا احتفال للأطفال وعملنا مسابقة للرسم. الأطفال رسموا رسومات مش ممكن. تعرف إنها دي مين وتحطت في الجرايد؟ إنها دي الجريدة الاندبندنت مستقلة، وأحد النساء اللي مسكتهم واحدة اسمها ممثلة عالمية اسمها دلوقتي إيما تومسون، لما شافت الصوره بتاعت الطفل اللي عملها دي، طفل كان دي كانت على البوسنه، بتاعت الطفل ده على البوسنه سنه 93 مش عشان كانت البوسنه في الاول، كانت تبكي اللي هي مش مسلمه واللي هي ممثله لكن هي امراه عندها مشاكل. لما شافت الاولاد الرسمين البيوت المولعه والاغتصاب والحرق والحاجات دي كلها، واصبحت الصور دي الحاجات دي كلها بترفع مستوى التعاطف والتآزر من عند مجتمع آخر ما هوش جزء من المجتمع كده. لكن كيف أتواصل مع هذه المجتمعات أخ خالد فج؟ لابد يكون عندنا رؤية إعلامية عن طريق الشباب اللي في المخيمات. الشاب اللي كان بيكلمنا اسمه مصطفى معاد، الجلسة اللي احنا قعدنا مع بعض فيها وبعدين تمشيت وبعدين جه خالد الفجر بعد كده، خالد العيسى، ربنا
تعب كان بيقول لي احلى احلى وقت كان بيقضيه هو ايه مصطفى ده نعم يقول لي كان في عندنا عربيه هنا ليها يعني بسموه انت بيك اب ولا كبوت ورا يعني نعم بيك اب مبالك كان دي الساعه الجميله اللي بيسيب الغرفه او الشقه اللي فيها 10 او 12 واحد ويقعد يخلب نفسه علشان يتفرج ويقرا ويتعلم يخش داخل ايه شنطه العربيه دي الكبيره دي ولما مشيت العربيه زعل لان العربيه من زمان بقى اصبحت ايه مركز اجتماعي تخيل بقى اللي كان عامل المبادره دي اللي انت حضرت جزء منها نعم كان بيحكي لي بعت لي الرسمه بتاعته الصوره هو قاعد داخل العربيه فالشباب دول فيهم ابداعات كتير جدا دول مصدر كبير جدا مصادر الدخل بس خليهم يتكلموا خليهم يثقوا فينا خليهم يقولنا خليهم يحبونا ونديهم المساحه تحول افكارهم الى مشاريع تكون سهله جدا لانهم طاقه طاقه وحركه ورؤيه ومبادره وابداع في نفس الوقت بارك الله فيك تقريبا باقي في الرابط اقل من 10 دقائق تقريبا 8 دقائق اذا بتحبوا يعني نركز على المخرجات لعله ان شاء الله يعني نلخص هذا الاجتماع وايضا يكون يعني ربما نخطط لاجتماعات قادمه ايضا ان شاء الله مع الدكتور حسب ما يتاح له الوقت من عنده اي استفسار او مداخله او استاذ رضوان ما اسمنا صوتك مداخله ثاني اذا كان في مجال تفضل يا بعضنا شكرا لك دكتور هاني على الإجابة من أحد نقاط القوة اللي ذكرناها كمان إشراك الشباب بالعمل مثل ما بتعرف دكتور يعني أغلب الناس اللي بتقدموا لوظائف في المنظمات عم يطلبوا خبرة وخبرة واسعة يعني عم يصطدم الشاب لما بيتقدم لوظيفة بالخبرة أنا عم بحكي بشكل عام في المنظمات بشكل نعم. عام فإيش رأيك أنت المقترح ممكن يكون مثلا فتح باب مثلا التطوع للشباب داخل المنظمات لحتى يكتسبوا الخبرة بحيث إذا راح يقدم لوظيفة وهو بسن صغير ممكن يعني يكون قدامه المجال مفتوح مش أنا قلت لك قرب راسك علي دخيل هناك هو ده اللي انا عايزه انا عندي هنا اقول لك صلى على النبي هنا في نظام في بريطانيا للمتطوعين دوام كامل 300 جنيه في الشهر دوام كامل من 9 ل 5 5 ايام في الاسبوع انا ممكن اجيب الشباب او انت عايز تجيب الشاب بالحته تجيبه وتعمل له وجبه لو كان حاكم مواصلات ياخد مواصلات هتلاقي انت بتكلفه ايه بيكلفك في اليوم يمكن مثلا 10 دولار لكن اقعد جنبه علشان تفعله يغير الكل اللي عنده لانه عايز بس انت ايه تحطه على الطريق وتعملها زي الدورات بالك شهر شهرين ثلاث اشهر انا كان في اخت من البنات بشتغل انا معاها يعني الحمد لله انها بعد 6 اشهر كنت دايما باخدها معايا في السفر كمان كانت تعمل محاضرات وكذا 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 تصلح لي الانجليزي مشابه يعني انا قلت لها اكتبي اسمي الريفرنس ديكي والوظيفه اللي انت عايزها قالت لها مساعدتك الايه مساعده الابحاث بتاعتك طبعا لا عندي ابحاث ولا عندي اي حاجه المهم كنت دايما اخدها معايا زي بنت كده في الحفلات والحاجات دي كلها تقعد لما تقعد على الترابيزه كده في الترابيزه اللي قاعد فيها تقول انت مين يا بنتي تقول انا مساعده الدكتور هاني البنا الابحاث في احد الورش العمل تعرفت على جمعيه اخرى قالت لي ايه رايك؟ قلت لها روحي قالت لي هتزعل قلت لها ليه؟ ده انا جايبك عشان تروحي جايبك عشان تقعدي معايا بقى لها شهرين دلوقتي ما بتتصلش بيا اصبح ليها دخل ثاني خدت بالك؟ اصبح ليها دخل ثاني كان بيكلفني الموضوع ده في الشهر ايه؟ 300 جنيه انتوا عندكم قد تكون اقل شويه لما شاب يجي يومين ثلاثه في الاسبوع او يجي الاسبوع كله ويقعد وعلمه يكتب الحاجات البسيطه وشوف بعد كده هو هيعمل لك ايه نعم. فهي عمالة رخيصة راقية عمالة رخيصة راقية ومثمرة نعم. توكل على الله
حفظك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحية دكتور. تفضل. في الحقيقة يعني أنا حديث العهد في العمل الإنساني ما بيعرفوا الشباب يمكن أحدث واحد فيكم بالعمل الإنساني اللي استشفيته من كلامك أنه إذا ما في معاناة لا يوجد نجاح، إذا وفرت ظروف المثلى بتير النجاح باهت ما له طعمي، أما إذا تواكب مع معاناة بصير طيب مثل ما بيقولوا عنا. أحسن. بصير نحلو. هاي كمداخلي. أما السؤال أو الاستفسار دكتور، أنتوا في بريطانيا يمكن في عندكم باع طويل ومتقدمين لدرجة كبيرة بموضوع الإعلام تحديداً، أنا بدي أحكي بالتوثيق أثناء العمل الإنساني. هذا الأمر نحن هون بالداخل بسوريا عم نعاني منه كثير، عم نصطدم بموضوع أنه في بعض الأناس إما من الذين يصطادون في الماء العكر أو في أناس على سبيل طبيعته بيرفضوا موضوع إنه التصوير أو التوثيق، ونحن في بعض الأحيان بنكون مضطرين لموضوع التوثيق لأنه ملزمين أخلاقياً أمام بعض الداعمين إنه نثبت إنه نحن عم نسلم هذا الأمر أو عم نوزع هذا الأمر. أشو بتنصحنا دكتور بموضوع بهذا الموضوع تحديداً؟ التوثيق لي معايير ولي مسارات، أهم مسار فيه مش الصورة فقط، أهم مسار فيه المعلومة بالاسم والسن والسكن والمكان، ده أهم حاجة. الصورة ساعات تكون محرجة، بلك واجهتنا إيش نفيها كتير جدا مع بعض الشباب، وساعات بتكون مؤلمة وصلنا عند الأطفال كاين على شعار في مدرسة أو مقيم وحاجة كده، الأطفال التانيين يعني في بعض مش في المخيمات عندكم، في بعض المدن التانية بيكون إيه يقول أنت أبوك شحات وأمك شحات. فحتى التصوير يا أخي من الأطفال دي لابد إحنا من عندكم مشكلة داخلية، مشكلة خارجية اجتماعية، صح؟ احنا ما كانش عندنا مشكلة نفسية داخلية. انا شخصيا يعني زي ما انت حضرتك تفضلت، البلد اللي انا خرجت منها جاي بريطانيا وجاي عشان ادرس الدكتوراه، ما فيش مشكلة. يعني الاهل في بخير والاولاد بخير والكلام بخير، ما فيش مشكلة. فركزت كلي او ركزنا احنا جهدنا كله على الخارج، على المشكلة الكبرى. مشكلة الاخوة اللي بيعانوا من قضية تمس وطنهم او مجتمعهم او ذويهم، انهم بيكونوا مقسمين شعوريا وفكريا ما بين آلامه الشخصية على حالته وحالة مجتمعه وحالة اقاربه والمشكلة الكبرى اللي بتحيط به. فساعات الرؤية ما تكونش كبيرة لان انت منغمس داخل المشكلة، وده مش حرام وده مش عيب وليست نقيصة ابدا، ما هيش نقيصة. فلذلك في الحالة السورية في آية بتقول فلولا نفر من كل فرقة نفر اللي يعملوا ايه يتفقوا في الدين، لولا نفر من النفير، صح؟ نعم. من كل فرقة مجتمع نفر، يبقى النفير في الأول وبعدين فرقة وبعدين الفرقة دي ليتفقوا في الدين. التفقه في الدين ده لو التفقه في مسارات العمل اللي احنا قائمين عليه، سواء كان عمل اقتصادي، عمل سياسي، عمل تعليمي، عمل تربوي، عمل اعلامي، ما نبقاش احنا واحنا داخل المشكله دي ما فيش مننا النفر ده اللي يتخصص. ما ينفعش. انا اقول لك حاجه، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا في بند اتشي في اندونيسيا في عام 2005 يناير، كان احنا عندنا مكتب هناك وفعلناه نفس اليوم بتاع اللي هو الايه الزلزال، او فريق الاغاثه سافر في 26 ديسمبر، انا كنت هناك في اول يناير فضل اسمعنا. واحنا لما نزلنا بقى بند اتشي كان فيها ضربها الزلزال وراح منها ربع مليون، جت هزه ارضيه، كنا كلنا نايمين بعد صلاه الفجر، كلنا طلع عجلي ما
بالرعب، فانت داخلين في مثلث الرعب، وانت في مثلث الرعب ده لابد يكون واحد واقف على باب البيت يشوف الخطر جاي منين. مش كلنا نقول ايه ننشغل وننهمك بالقضيه نفسها، كلنا انشغلنا بالاغاثه. طب ومين اللي هيبص على الخارج؟ مين اللي هيفكر لنا؟ مين اللي هيقول لنا في فرصه هنا او في فرصه هناك او في خطر جاي هنا؟ قد يكون البيت بينحرق من جوه صح، لكن في حرامي بره لابد، والبيت بيتحرق مش كلنا نطفي النار، مجموعه تطفي النار ومجموعه تحرس ايه باقي البيت. هنا بقى في وسط التأجج العاطفي داخل فؤاد وداخل قلب وداخل كبد، السوريين بينسوا الحتة اللي بره دي، بينسوا التواصل، بينسوا المشاركة، بينسوا الإعلام، بينسوا كذا كذا كذا، ولو ما حد يساعدهم بيسبوه. مش حاسين بينا؟ حاسين بيك، بس انت مش مدد ايدك لبره، انت كل ايدك ايه جوه. فده كان الفارق الكبير، وليس هو نقيصة، هو مندوحة عندكم، لأنكم من كتر حرصكم على بلدنا سوريا كلكم انغمستوا فيها. ما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم لما هم في المدينة وسمع الصوت اللي هو الصوت لما حصل، والناس لسه بتقول إيه اللي بيحصل، كان الرسول راح ورجع لأنه كان خايف على مين؟ خايف على الأمة بتاعته، فخرج برا المدينة. فاكرين الحادثة دي يا أخ خالد؟ نعم. لما كان في صوت كده كبير وقال بحجر ألقي في قاع جهنم ومن مش عارف كم سنة لغاية ما وصل، ما كانش عينه، بالرغم أنه كان عينه وهو في المجتمع على كل فرد في المجتمع، فرد فرد، بيت بيت، أسرة أسرة، لكن لما حس أن في خطر كبير خرج بره، هو